أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى إطلاق مبادرات عالمية تسهم في تشكيل تكتل وثيق بين دول العالم يعزز من دور الشباب في تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات ويمنح الشباب فرصة مثالية ليكونوا قادة المستقبل. وأشار سموه إلى أن شبكة الأمل تتفق مع الرؤية السامية لجلالة الملك المعظم في تعظيم دور المملكة على المستوى الدولي في مختلف الجوانب بما فيها الجوانب الشبابية، وذلك عبر طرح المبادرات والبرامج التي تهتم بالاستثمار في طاقات الشباب، وهو الأمر الذي يعد ترجمة لسمو ولي العهد من خلال التأكيد الدائم على أهمية تمكين الشباب ومنحهم فرصة وافية في المشاركة بعمليات التنمية. جاء ذلك خلال احتفاء سمو الشيخ ناصر بن حمد بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العامة لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب. لدى الاحتفاء بالقيادات الشبابية المشاركة في فعاليات الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب شبكة الأمل، والتي يشارك فيها 29 وزيرا ومسؤولا حكوميا وممثلو الأمم المتحدة ومنظمات داعمة للشباب. وأضاف سموه أن مملكة البحرين رسمت مسارا رائدا لشبكة الأمل ووضعت لها أهدافا محددة من خلال رفع الوعي الدولي حول أهمية زراعة الأمل وتضافر الجهود لتحقيق تطلعات الشباب، وستعمل الشبكة على خلق بيئة عالمية حاضنة للشباب وداعمة لهم. مشيرا سموه إلى أن توقيع المشاركين في شبكة الأمل على ميثاق الأمل نابع من حرصهم على توحيد الجهود بين الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع الشبابي.